رجعنا من جديد ورح ننتقل لعالم المبادرات، واليوم معنا مبادرة رائعة جدا وتعزيزا للقيم الوطنية وتعزيزا أيضا لدور الشباب في بناء مجتمع أردني قوي ومزدهر. أطلقت مبادرة نحن معك بلا حدود لتكون محركا للتغيير الإيجابي والتميز في العمل الشبابي، وتأتي هذه المبادرة كجسر بربط بين الشباب والمبادرات الرسمية والعامة بهدف تحويل الأفكار إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع. للحديث أكثر عن هذه المبادرة بسعدنا أن يكون معنا رئيس ومؤسس مبادرة نحن معك بلا حدود يزن الحلواني، وأيضا عضو في المبادرة المحامي محمد الجبور. رح نتحدث من خلالهم نتعرف عليها أكثر. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح النور يا حبيبي، نورتونا. بداية يعني كونك مؤسس هذه المبادرة يزن، نتحدث عن إطلاقها، متى كان والهدف اللي جاء من إطلاق مبادرة نحن معك بلا حدود؟ بداية أنا بحب أصبح على صاحبي الجلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين وجلالة الملكة رانيا عبد الله وولي عهده سمو الأمير الحسين بن عبد الله. سيدي، هذه المبادرة نحن معك بلا حدود اطلقت من خلال لقائنا مع معالي رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي في خلال زيارتنا إلى الديوان الملكي. هذه المبادرة أتت ترجمة لرؤى وتطلعات جلالة الملك لدعم الشباب الأردني على أرض الواقع. مبادرة تهدف إلى تنمية الحس الوطني لدى المجتمع الأردني تجاه الوطن والقيادة الهاشمية، تعمل على ترسيخ وبناء وقدرات الشباب على أرض الواقع من خلال مشاركتهم في العمل العام والعمل التطوعي. نعم، حلوة الفكرة، وبنشوف قد ايه في عنا مبادرات في الأردن، ولكن الفكرة صحيح. انه كيف نحول كل هذا العالم النظري الى طاقات على أرض الواقع. محمد أستاذنا محمد الجبور نورتنا، نتحدث كونك عضو في هذه المبادرة، دورك وشو كان الهدف من مشاركتك ايضا فيها؟ ان شاء الله سعد صباحك اخوي استاذ ابراهيم، بحب اصبح برضه كمان على سيد البلاد الملك عبد الله الثاني بن حسين حفظ الله ورعاه، وسمو صاحب السمو الملكي سمو الأمير حسين حفظ الله ورعاه. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ، أنا برأيي الشخصي كان إن أفوت المبادرة كمبادرة شبابية، يعني نتعامل معها كورشات شبابية عاملة وتكون دائمة، ونشاطاتها يكون فيها برضو كمان نشاطات دائمة، وبنفس الوقت كمان بالمبادرة تاعتنا اللي هي نحن معك بلا حدود، هذه برضو كمان كانت رؤية جلالة سيدنا بخصوص المبادرات، إنه بدنا شغلة، يعني بدنا نشاطات فعالة للشباب، يكون في عنا تفعيل دوري برضو كمان. ونحن عنا بمبادرة نحن معك بلا حدود عنا برضو كمان أعضاء أطباء، أعضاء محاميين، مهندسين من جميع الفئات طبعا العملية والمهنية، فهي نشاطات كانت للشباب، توعية نكون للشباب، نشاطات تكون دائمة لهم، نفتح أو نكسر الحواجز الشبابية إنه يصيروا يشاركوا بالنشاطات الشبابية أو ورشات العملية اللي هي للشباب. نعم، نتحدث عن الورشات والتدريب والمؤتمرات اللي بتم عقدها، الشراكات يزن بالضبط اللي بتم حتى تقدروا يعني تنظموا هذه الورشات. بالضبط، احنا أهم شيء في العمل العام والعمل التطوعي هي يكون في جزء كبير من الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، يعني هذا مهم جدا في تطوير المبادرات الشبابية، الذي دائما جلالة الملك يحث على هذه الفئة. وانت بتعرف وكنا بنعرف انه نسبة الشباب في المملكة الأردنية الهاشمية نسبة كبيرة جدا 70%، فالشراكة مهمة جدا لتسهيل امور المبادرات الشبابية. يعني انا من خلال شاشة التلفزيون الأردني بحب اوجه شكر وتقدير لعطوفة محافظ إربد رضوان العتوم على دعمه المتواصل لنا كشباب أردني ومشاركتي في المبادرات الشبابية على مستوى محافظة إربد في الشمال. وأيضا الآن إحنا عم نعمل الآن مع معالي، كمان نوجه له كل التحية والتقدير، معالي خالد البكار وزير العمل. الآن إحنا شغالين مع مبادرتنا، رح نشتغل مع وزارة العمل ومؤسسة نحن معك بلا حدود لتحسين وضع الشباب من خلال
خلال وزارة العمل. كيف عم بيتم تواصل الشباب معكم محمد حتى يقدروا يستفيدوا من هذه الورشات والمؤتمر أيضا؟ هناك مؤتمر بعنوان رح يكون عنوان الشباب والقائد تحت فكر واحد اللي بيهدف إلى تنمية الحس الوطني. هذا المؤتمر عم تنظموا له لسه؟ بالضبط حيكون إن شاء الله في الشهر القادم. هو مؤتمر الشباب والقائد تحت فكر واحد راح يكون في العاصمة عمان ومشاركة عدد كبير من الشباب. حتى ممكن حيكون في مشاركة من خارج الأردن كشباب. دمج العلاقات وتبادل العلاقات راح يكون إن شاء الله بإذن الله. والآن عم نرتب له في الشهر القادم بإذن الله. جميل محمد. تواصل الشباب معكم، وبنعرف بأنه لما واحد يسمع عن فكرة بحكي عنها للكل. نعم صحيح. فمواقع التواصل الاجتماعي كمان لها دور كثير كبير. أصلاً إحنا سيدي أطلقنا منصات، أطلقنا كمان منصة إنه اللي بده مثلا يكون في عندنا اشتراكات بيقدر مثلا يعبي بياناته كاملة، من بعدها بيتم طبعا موافقة عليه على حسب بياناته والشروط الموجودة بال المبادرة. في لها سن وعمر، من عمر 18 إلى فوق، يعني هو عمر شبابي. نعم. وهذا ما راح نحدد العمر عشان ما حدا لا لا ما في تحديد، ولكن احنا نحكي عمر يعني صحيح الماكسيموم يعني عمر الشباب. من 18 روح الشباب عاد 50 سنه، انا قلت لك 18 للاخر ما في 50 سنه شباب كمان. فنحن في عندنا منصه بيقدر مثلا يشارك فيها، يعبي كل بياناته. طبعا بتم موافقه عليها، في عندنا 4 أشخاص موظفين اي تي بتم التشيك عليهم، من بعدها بيوافقوا عليها. نعم. وببدأ معكم ب انا استاذ ابراهيم كان في عندي منظوره فيها بخصوص المبادره. هلا تعا خليني مثلا اطلع بشكل من بعيد كمنظوره. طبعا اول ما الاراده الملكيه الساميه تم تعيين دوله الدكتور جعفر حسان رئيس وزراء، في اول يوم كانت مبادرته اللي هو الاجهاد الشخصي لدوله الرئيس انه ذهب الى المستشفيات في اول يوم، راجع المستشفيات، المدارس الخاصة، الأغوار الزراعية. هذه تعتبر مبادرة شخصية منه كأول يوم. فنحن أطلقنا هذه المبادرة إن كمبادرة للشباب تطوع. نقدر مثلا نحكي بشكل أوسع أنه يكون في عنا نشاطات شبابية دائمة، ورشات عمل شبابية دائمة مع نتعامل فيها مع وزارة الشباب، معالي يزن جدفات طبعا. نعم. وزير الشباب الحالي، وجه له كل التحية. كل التحية لمعالي وزير الشباب، ونحاول نقطع أو نكسر حاجز اللي الشباب يكون في تعامل بين الشباب والدوائر الحكومية. نعم. أو المؤسسات الحكومية. بنشوف إنه أحيانا بيكون يعني في فجوة، فأنتوا عم تحاولوا تقربوا هذه العلاقة. نحاول نسهل المهمة. صحيح. يعني الآن كمان يعني أثني على مقاله زميلي، حيكون في إنا لقاء قريبا إن شاء الله عم بنرتب له مع دولة جعفر حسان كأول فريق مبادرة يلتقي بدولته في دار رئاسة الوزراء. عم نرتب له حتى نستمع إلى توجيهاته للمبادرات الشبابية وللفئات الشبابية على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية. كمان أخي الكريم، هلأ إحنا في جلالة الملك أطلق أوراقه النقاشية. دائما جلالة الملك حتى وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله يولي اهتمامه إلى القطاع الشبابي، ودائما إحنا منشوف سمو ولي العهد على أرض الواقع في زيارته للمبادرات الشبابية للمؤسسات. فهو الداعم الأول والأخير سمو الأمير الحسين ولي العهد للمبادرة الشبابية. فإحنا منترجم هذه الرؤى والتطلعات على أرض الواقع ليكون للمبادرات الشبابية ذو قيمة. يعني أنا دائما بحكي الثقافة لا تقل أهمية عن التعليم. إذا الشخص كان مثقف فتبني علاقة مع شخصيتك أنت. صحيح. بداية بعدين تطلع للشارع حتى مستوى الوعي بيكون بالضبط وثقة بالنفس، حتى بتكون عندك ثقة بالنفس، بتعرف إيش قراراتك، إيش بدك تتخذ قرارات، وين تتوجه، والطريق الصح من الطريق الغلط. نعم. وديننا سيدي كمان وصلنا فعلا. الدين. صحيح. كان أولوية إنه وصانا برضو كمان على المبادرات،
هذا كله أخلاق اجتماعية. صحيح. وبتشوف يمكن أحيانا محمد بأنه بعض الشباب ممكن يكون عم بدرس وعم بيشتغل وعم بينجز, ولكن بالزبط. الهدف أحيانا بيكون ضايع, يعني هو مش عارف شو بده بحياته. هاي إحنا رح نركز عليها في المؤتمر, هاي من أحد النقاط, لأنه أنا يعني زي ما أنت حكيت هلا, واحد دارس عم تدرس أنت 4 أو 5 سنين, بالنهاية عم تطلع تستنى الوظيفة حتى تيجيك, لا أنت اشغل هذا الوقت في العمل العام. على فكرة بيفتح لك آفاق بالمبادرات, العمل التطوعي بيفتح كثير آفاق إلك ولمستقبلك. يعني ممكن تجيك فرصة, يعني ممكن تجيك فرصة والله لو قعدت بالبيت 30 سنة وانت قاعد بالبيت بعد ما تخرجت, ويوم تطلع فيه تشتغل بالمبادرات الشبابية وبالعمل العام تجيك الفرصة. صح. احنا بنشوف يزن دائما كيف بيكون الشخص اللي مبادر ومنخرط في مبادرات عنده ثقة بالنفس وكيف بتحدث ومهارات التواصل. كمان محمد كمحامي يعني نتحدث قد ايه كمان مهمه في هذا المجال المبادرات توعيه القانونيه اللي ممكن انك تبثها. سيدي انا كمان بدي اضيف لك شغله, هلا كانت رؤيه جلاله سيدنا بتمكين الشباب, هذا يعتبر تمكين الشباب. نحن لازم نثبت لسيدنا نحن قادرين انه نمكن الشباب, ونحن نفسنا نقدر نمكن انفسنا. تمام. دائما الى الامام. هي المبادره شو هي؟ حكينا قبل شو هي, اخلاق. هاي الاخلاق اجت من ديننا, وهي بتعمل زي ما حكى أخوي يزن بنفس الوقت علاقات. صح. اجتماعية. فبس أنت تعمل علاقات اجتماعية أنت أكملت علاقاتك وأكملت دينك بهذا الموضوع. فأنا يعني برؤيتي كانت أنه نطبق ما قالوا جلالة سيدنا أنه بدنا تمكين الشباب. فليش إحنا ما نمشي على الأسس هاي والمبادئ اللي طلبها سيدنا. فعلا. وأعتقد بأنه كثير منشوف افكار سلبيه, يعني ناس بالزبط. ممكن تحبط او تحكي لك نعم ما في فرص, ما هو هاي في الشغل أصلاً. الإحباط. انا كل شخص ما يحبطني انا بزداد قوه وصرامه لاني اقدم لقدام في انه هناك دائما في فرصه. يعني طبعاً. بنسمع لكن ما بقدر انا احكم او اطبق هذه الفكره على الجميع بانه انا والله ما في شغل يعني خلص بدي اقعد. لا لا, لا صح. عم يعني نشوف بانه شباب عم بيطلقوا مبادرات, عم بيفتحوا لحالهم ابواب وفرص من خلالها. بالضبط. حتى بتصير بزنس عندهم من وراء هذه العلاقات. يعني في انا كثير ناس بعرفها انه كانت تشتغل ما كانت يعني منحصره نوعا ما, دخلت هذا المجال, تعرفت على اشياء, فتحت بزنس من خلال التعارف والعلاقات اللي بنتها من خلال المبادرات الشبابيه. حلو حلو كثير. هون لازم نبين نثبت زي ما حكيت لك اخوي ابراهيم انه نحن قادرين على هذا الشيء, انه دائما في فرصه ومستمرين على هذا الشيء. صحيح. احنا اصلا كانت اجا هي نحن معك بلا حدود, اسم ومسمى هو نحن معك بلا حدود. طبعا انتمائنا ولائنا معروف. شو النصيحه اللي بتعطيها محمد بنهايه لقائنا لكل الشباب كونك انت عضو وشاركت حتى تفرجيهم ايش القيمه المضافه من الانخراط في هاي المبادره؟ سيدي انا والله بالنسبه لي انا كسرت الحاجز اللي كنت فيه. علاقاتي قويتها من خلال المبادره. أول بالآخر كمان سيد إبراهيم هو أجر عند الله, تأخذ فيه أجر وثواب. بعدين فيها انخلاط, ممكن لما زي ما حكيت لك لما نكسر الحاجز أنه نصير تفوت على الدوائر الحكومية, تكون أبواب الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة مفتوحة لك, تقدر تنخلط هناك, يكون في عندك علاقات معرفة. يعني كثير في شباب بيحكي لك أنا نفسي مثلا أتعرف على وزير العمل, وزير الشباب, وزير الاتصال الحكومي. فرصة أنك تقعد مع مناصب. هي كانت هي مبادرة. أنا بالنسبة لي برؤيتي هي مبادرة زيها مثل زي الحزب. صح. أنا كمان عضو بحزب الميثاق الوطني وباللجنة التنفيذية. فأنا بالنسبة لي كان انخلاطي بالحزب زي انخلاطي بالمبادرة. مبادرة فيها علاقات حلوة, وبنصح كل الشباب أنه تشترك بهاي المبادرة, لأن أول بالآخر هي توعية وتنمية, واللي بحب بلده ببادر. بده يبادر 100%. محمد شكرا لك, ويزن يعطيك ألف عافية على تأسيسك هذه المبادرة. الله يعافيك. فخورين فيكم شباب. كل الشكر. شكرا لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون على دعمها الدائم والمتواصل للقطاع الشبابي. واجبنا دائماً. شكرا شباب. شكرا. يعطيكم العافية.